وفي كلمات خلال إحياء ذكرى عيد النصر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده كانت تسعى لأمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، وطرحت في سبيل ذلك اتفاقية أمنية لكن الغرب رفضها. وأشار بوتين إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا كان لابد منها لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد مع اقتراب التهديدات من الحدود الروسية والسعي لامتلاك أسلحة نووية. والآن روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزأ، وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي. ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع، ولكن كل هذا كان سدى وذهب سدى الريح. وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى، وهذا ما رأيناه. لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقابية في الدنباس وبما في ذلك في القرم، وكانوا هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية، وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا، وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا، وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة لا مفر منه.